اسمعني دكتور، ما بتحمل أكثر من هيك، العملية لازم تصير. أستاذ لو سمحت فهمني أرجوك، كليتها بحالة منيحة بس إجراءات العملية لازم تصير قبل بوقت، ما بنقدر نعملها هون. إذا ما عملت الإجراءات قبل العملية حياتها هالبنت رح تصير بخطر. أستاذ رجاء حاول تفهم هالبنت، احتمال تموت ويمكن يصير مضاعفات بعدها، بعد ما هي تتبرع بكليتها رح تكون بخطر مع إنها عم تحاول تنقذ حياة شخصين. ليك دكتور بدي تفهم علي، أنا ما بيهمني غير كليتها وبس، مو مهتم إذا رح تعيش ولا رح تموت. أنا وافقت أدفع كل هالمبلغ وهي بتعمل شو ما بدها فيهم. أنت روح وعمل لها العملية وإلا ما رح تخلص مني بكل عمرك، عم تفهمني؟ أستاذ هديك البنت هون، بدك تشوفها؟ فوراً. يلا. يا ترى وينها؟ لو سمحت شفت لي هالصبية هي؟ لا ما شفتها. متأكد انك هون بالمشفى ورح لاقيكي على الأكيد يا ماهي، ورح خليكي تندمي عالشي اللي عملتيه. كتير منيح. العملية رح تستمر لكذا ساعة، أنا أمنت أمور النقل، رح أنقل الكلية وأول ما بتخلص عملية البنت أنت رح تدخلي بعد كم ساعة. ما تقلقي أبداً أمي، القصة كلها عندي. حدا يفتح لي الباب؟ مين هون؟ أنت كيف انحبستي جوا؟ ماهي أنا لازم أنقذها، بعدي. دكتور المريضة جاهزة، صار الوقت. لوين راحت؟ كانت غايبة عن الوعي. لك شو عم يصير هون؟ انتو ما فيكن تعملوا شي مثل العالم؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.